مني ان وريسيفنج ان اكبر من ان يكون في دايركت ويف بين النقطتين. نتيجه ايه؟ نتيجه تحدث سطح الارض الطرادات العاليه دي الويف نفسها هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ابسوربشن جوه سطح الارض نفسه. فابتدي نعمل ايه؟ نحط ساتلايت. الساتلايت ده مجرد فيري سيمبلي مجرد الفكره مرايه للجراوند ستيشن ترانسميتنج جراوند ستيشن بتعمل روتيشن في اتجاه زاويه معينه بحيث ان الري ده اول ما يوصل عند الساتلايت الساتلايت نفسه صوره هيعمل له ريفليكشن خلاص مره ثانيه للارض في نفس الزاويه بحيث ان الريسيفنج ستيشن تقدر ايه تستقبل الري العكس. ميزه الساتلايت ان انا بقدر اتحكم فيه وبالتالي لو حصل ديفيشن لو الري ده ما بيوصلش صح عند الريسيفنج ستيشن اقدر ايه اتحكم في البوزيشن بتاع الساتلايت اعمل كوركشن للبوزيشن بتاع الايه الساتلايت ده از كومبيرد تو وات از كومبيرد تو مثلا الايونوسفيريك او التروموسفيريك بروباجيشن لان في الحاله دي ظواهر طبيعيه ما اقدرش اتحكم فيها لو حصل دريفت لاي طبقه من هذه الطبقات معناها ان الريفلكتد راي هيقع يا اما قبل او بعد الريسيفنج ايه؟ ستيشن. لكن الساتلايت ريفلكتور انا اللي بتحكم فيه. وبالتالي لو حصل انحراف ليه اقدر اتحكم في مسار ايه؟ بتاعه مره ثانيه. فده مثال بيوريك كده ايه؟ الساتلايت از ريفلكتور. وده مثال تاني بيوريك الساتلايت از برودكاست. اللي فات الساتلايت از بوينت تو بوينت وهنا الساتلايت از ايه؟ هذا برودكاست زي مثلا في الخبرات اللي بنستقبلها دي كلها دي برودكاست ساتلايت يعني هي بتستقبل من اكثر من ترانسميتر وبترسل لاكثر من ايه؟ لاكثر من رسيفر. طيب كلمه برودكاست ريديو دي كلمه واسعه قوي بتبتدي من بعد الاوديو مباشره لغايه زي ما انت شايف لغايه 100 جيجا هرتز. انا مش فاكر التسميات يعني لو رجعنا للرسمه الشهيره هتلاقي 300 جيجا يعني 3 × 10^11 اللي هي اكستريملي هاي فريكونسي يعني الواحد حافظ لغايه النيورال شيب بعد كده لو مش حافظ كام فدي تعتبر ايه اكستريملي هاي في او اي اتش زي ما قلنا ان الجراوند ويف بروباجيشن دي ويف ماشيه على ارتفاع منخفض موازيه لايه؟ لسطح الكره الارضيه وبالتالي دي ممكن استخدمها برضه في الايه؟ في البوينت تو بوينت كوميونيكيشن. هنا بقى ايه الباد نيوز؟ الباد نيوز فاكرين الارقام اللوسز بالديسيبل اللي كنا شفناها في اخر جراف المحاضره اللي فاتت صح؟ كنا بنتكلم على مثلا ايه؟ اول حاجه في الفايبر كيبلز من اول نص ديسيبل في الكيلومتر ولما رحنا لاسوأ حاجه خالص وسط البير كنا بنتكلم 10 و20 ديسيبل في الكيلومتر وده يعني ايه؟ يعني خلاص الكيبل بقى اداؤه مش مقبول بالمره يعني لكن زي ما انت شايف هنا اللوسز في الكيلومتر رهيب طبعا هنا هو هغير بدل ما يمشي المحور الافقي الاف والمحور الراسي النصف يرسم كيرف لكل كيبل هنا مفيش كيبل فخلي المحور خلى المحور الافقي الديستنس والمحور الراسي جوه الايه؟ النصف وبدا يرسم كيرف لكل ايه؟ فريكونسي بس هو في الحقيقه مش كيرف هو ستريت لاين ليه ستريت لاين؟ لان العلاقه بين الباور وبين الديستنس علاقه تربيعيه تمام؟ يعني الباور بتتناسب عكسي مع مربع الايه؟
البيستنس. ده ليه؟ لان قلنا لو انا في وقت في الحد الام دايركشن ان انا ببص على مساحه سطح كوره، فالباور اللي هستقبلها الوحده المساحه على سطح الكوره دي هتبقى هي الباور المطلوب كليه الترانسميتد مقسومه على 4 باي دي سكوير، حيث دي المسافه بين الترانسميتنج انتنا والريسيفنج ايه؟ انتنا. دي في الوقت ده هتبقى هي الديستنس، دي هتبقى هي الريديس بتاعت التسليم. تمام؟ فالعلاقه دي انا بقول لوست، كل مره فاتت اللوست بتخليها الباور ترانسميت على الباور سيت عشان تسيبها بالبوستر، فهتبقى العلاقه بتترسم مع دي سكوير فرضيا. وانا في الديسبل باخد الايه؟ باخد اللوج. تمام؟ هتبقى العلاقه ماشيه مع ايه؟ متناسبه مع اللوج دي. فهو عشان كده هنا جه مقسم المحور الافقي مش خطي، قسمه ايه؟ لو تفتكروا الجراف اللي فات المحور الافقي ده برضه كان متقسم لوجاريتمين. انا بترانسميت شويه باور خلاص؟ وفي انتنه بترسيب على مسافه على ديستانس دي. عايز اعرف الانتنه دي هتستقبل باور قد ايه؟ هتستقبل باور قد ايه؟ فاقول ايه؟ الانتنه دي لو فرضنا انها اومني دايركشن، طب لو ما كانتش اومني دايركشنال هبقى حاسب الجين بتاع الانتنه بالديسيبل از كومبيرد تو الاومني دايركشن زي ما قلنا من شويه صح؟ يبقى معنى كده ان انا المعدل بتاع الدايركت الانتنه هتفرق عن معدل الاومني دايركشنال في الجين. الاومني دايركشنال هعتبر الانتنه جين بكام؟ واحد، لان احسب المعادله اصلا بفرض ان الاومني دايركشنال بالنسبه لي هي الريفرنس، هعتبر الجين بتاعها بكام؟ واحد. يبقى بالتالي انا عندي انا بعت 1 واط، ال 1 واط دول مشوا في كل الاتجاهات على بعد مسافه 1 كيلو متر. ال 1 واط دول اتوزعوا ازاي؟ اتوزعوا على مساحه سطح كوره نصف قطرها 1 كيلو متر صح؟ مساحه سطح الكره بتساوي 4 باي ار سكوير. الار دلوقتي اللي هي الديستنس. تمام؟ طيب الانتنه دي ليها ريسيفنج اريا تستقبل عليها. فالريسيفنج اريا دي ثابته، يبقى الباور اللي هتستقبلها هتتناسب مع ايه؟ هتتناسب مع سطح الكوره، يعني معناها انها هتتناسب فرضيا مع ايه؟ مع ار تربيه. انا بحسب بقى الباور لوسز دي بالايه؟ بالديسيبل. فهجيب 10 لوك الترانسميتد باور على الريسيفد باور. هي الريسيفد على الترانسميتد هتلاقي الار سكوير في المقام. لكن الترانسميتد على الريسيف هتبقى الار سكوير فين؟ في البسط. تمام؟ وهجيب اللوك فيطلع لي ايه؟ سب كونستنت في لوك الديستنس. تمام؟ فهو مقسم المحور الافقي لوجاريستيك. يبقى لما نرسمها تطلع ايه؟ خط مستقيم، يعني كان المحور ده هو لوج الديستنس. تمام؟ فيبقى معنى كده ان العلاقه تطلع خط علاقه ايه؟ خط مستقيم. طبعا مش هي دي الباد نيوز. انما الباد نيوز انه اقل حاجه بتبتدي منها خالص فوق 60 ديسيبل بير كيلومتر. فوق 60 ديسيبل بير كيلومتر. طبعا ده غالبا محسوبه اليونت اريا للانتنة، يعني كل الكلام ده كله بيتحسب على بيتحسب داخل ارتباط اريا بتاعت الانتنة. فانت كانك لو اليونت اريا دي 1 متر مربع وانت بتتكلم 1 كيلو متر مربع معناها ايه؟ معناها انك انت هتستقبل اولموست 1 من مليون صح؟ الكيلو متر المربع فيه ايه؟ مليون متر مربع، وفي شويه فكه كده بره هو اللي مخلينا فوق 60، لان المليون تدي 60 بالظبط، لان مليون 10 اس كام؟ 10 اس. تمام؟ فمعنى كده ايه؟ لا ده في كمان المفروض اكتر، لانه 10 اس في لسه في اثنين بره اللي هي بتاعت التربيع. تمام؟ لا احنا خدنا الاثنين في الاعتبار. هي المسافه 10 اس 3 صح؟ مسافه 1 كيلو متر معناها 10 اس ايه؟ 10 اس 3 لان بدايه الكيرف عند الواحد. فهنا واحد الديستنس لما خدت 1 كيلو متر المسافه قد ايه؟ 10 اس 3 فلوك 10 اس 3 ب 3 وعندي بره ال 10 بتاعت اللوك وعندي الاثنين بتاعت التربيع اللي نزلت فبقى عندي كده كام؟ 60 وعندي ال 4 باي جوه اللوك فلوك 4 باي هتلاقي شويه اللي فوق الايه؟
شويه لفوق 60 دول. لكن في الحقيقه كمان العمليه فانكشن في فريكونسي، فعشان كده لكل فريكونسي المعادله دي بتتغير. يعني انا بحاول ابسط لكم على قد ما اقدر، يعني المعادله اللي انا قلتها دي فيها داخل جواها الويف لينز في الحقيقه. فكمان مع زياده التردد خلاص، يعني الديستنس دي بتقاس ريلاتيف للويف لينز، فمع زياده التردد النصص اللي انا بقولها دي كمان هتزيد هتزيد عن كده. فده النيوز طبعا. لان معناها انا لازم لو انا شغال اومني دايركشنال لازم ابقى ترانسميت باور عاليه قوي عشان اقدر استقبل باور معقوله على مسافه كبيره. خلاص؟ احنا بنتكلم مثلا لو انا طبعا فيري سون هحتاج ريبيتر لو ما عملتش كده. لان انا مثلا ال 60 لا لا انا عايز تفهموا الارقام. ال 60 ديسيبل معناها اف اي ترانسميت 1 واط وال 60 ديسيبل نصص اي ويل ريسيف 1 مايكرو واط. عارفين الحسبه دي جايه ازاي؟ لان ال 60 لما تشيل ال 10 اللي بره اللوب يبقى 60 دي معناها ان النسبه 10 في 6، 1 10 في ايه؟ 6. وانا قاسم الترانسميت بتاع معناها ان الريسيف دي كان كام؟ 1 مايكرو واط. مهم قوي ان احنا نحس بالارقام. مش مهم قوي ان احنا بس نعرف نحسب، لازم كمان لما احسب ويطلع معايا رقم احس بالايه؟ بالرقم ده. عشان كده قلنا ده الايه؟ ده الباد نيوز، ان في فري سبيس بروبيجيشن. طيب الحل بقى ايه؟ اني انا اكون محدد ريسيفر بعينه وبركز الباور كلها. طبعا الديسم اللي هنا ده وان كان مكتوب بالبوست لكن انا عارف ان ده لوسز، يعني انا لازم اقراه بالايه؟ بالنيجاتيف. تمام؟ هو بس عشان ما يرسمش من تحت فقايم عامل الباور ترانسميت على الريسيفر. فمعناها ان لو الانتنا بقت دايركتف يبقى التوزيعه دي ما بقتش كده، ما بقتش على 4 باي ار سكوير. فبيعبر عنها ازاي بقى؟ بيعبر عنها ان في الماكسيموم عند البيك بتاعتك، يعني معلش انا هرسم لكم رسمه صغيره كده. الاومني دايركشنال انتنا بتس كده. الدايركتف انتنا بيبقى ليها حاجه بالشكل ده كده. دي تبقى الراديشن باترن بتاعتي. تمام؟ وكل ما تبقى الدايركتيف انتنا كل ما تبقى البيم ويدز بتاعها ده طبعا انا اقدر لو عملت مماس كده ومماس كده تبقى دي لا مثلا ده كده هنا كده تبقى الزاويه دي اسمها سيتا وهنا سيتا يبقى البيم ويدز هيبقى ايه؟ 2 سيتا. كل ما سيتا دي تبقى صغيره كل ما الدايركتيفيتي بتاعت الانتنا تبقى ايه؟ تبقى عاليه. يعني ممكن حاجه تعمل كده. الجيم بتاع الانتنه بيتحسب فين؟ عند اعلى نقطه هنا. فبدل ما انا ادخلك في متاهه الجيومتري والقصه دي تحسب ازاي؟ فبيقول لك ايه؟ لما تكون دي دايركتف يحسب الباور دنسيتي هنا از كومبيرد تو اومني دايركشن انتنه بتبص على نفس الايه؟ على نفس المسافه. ويقوم يدي ده في صوره جيم هنا، يبقى الانتنه دي ليها جيم الايه؟ بالدسم. تمام؟ يبقى هنا الجيم بالنسبه بيساوي كام؟ زيرو، لانك بتريفير الاومني دايركشن لنفسها. هنا الجيم بالنسبه ده هيبقى اكبر من الايه؟ من الصفر. كل ما زود كل ما قلل سيتا كل ما قلل سيتا كل ما الدايركتيفيتي بتاعت الانتنة تبقى اكبر كل ما الجيم بتاعها هيبقى ايه؟ يبقى اعلى. الجيم ده بالبوزيتيف هيعوض البوزيتيف اللي قدامك على الكيرف ده. يبقى انا ببساطه لو عايز ازود الديستانس هيبقى في حاجه من الاثنين، يا اما هيبقى في نص عاليه جدا ولازم اجيب ريسيفر السنسيتيفيتي بتاعته عاليه عشان يقدر يحس بالسيجنال الضعيفه دي، وحتى لو جبت سطش ريسيفر كمان لازم يكون النويز فيجر بتاعه قليل جدا. خدت طبعا نويز فيجر قبل كده عندكم فكره عنه. فيبقى معنى كده ايه؟ انه هيبقى مفيش قدامي غير الحل الثاني. ايه هو الحل الثاني؟ ان انا ازود الدايركتيفيتي. خلاص؟ طبعا الحل ده ما ينفعش في البرودكاست. لكن في الداتا كوميونيكيشن غالبا الحل ده بيبقى موجود معاك. ممكن اعمل كده. بس ما هو معناها ان انا لازم اشوف الجيومتري الجديده دي، يعني اشوف الشكل اللي ناتج ده واقعد احسب الباور دنسيتي عند على سطح الشكل ده. فعشان يخرجك من المتاهه دي
فبيقول لك خلاص الباور دينستي هي بتكون اقصى ما يمكن عند الدايركت ري عند السنتر بالظبط، فبيديك الجيم بتاع الانتنه. ولو انت بتستقبل عند مش عند النقطه دي فبيبقى في جيم مختلف محسوب برضه، يعني بيتغير مع الزاويه. خلاص؟ بس كل ما صغر الزاويه دي كل ما الجيم ده ايه يكبر، لان هي في الاخر ترانسميت الباور انا مثبتها دلوقتي. لو انا ثبتت ترانسميت الباور كل ما بس في مساحه اقل كل ما الباور دنسيتي هتبقى ايه؟ اعلى. فلو ثبتت كمان مساحه الاستقبال بتاع السيجن كانتنا يبقى ده معناه ان الريسيفد باور برضه هتكون ايه؟ هتكون اعلى. تمام؟ فبدل ما يدخلك في متاهه انك تقعد تحسب التوزيع الباور دنسيتي على سطح شكل انت مش فاميليار معاه زي كده يديك ده على طول في صوره ايه؟ جيم. يبقى يقول لك مثلا انتنا الترانسميتنج انتنا المستخدمه الجيم بتاعها قد كده، وبنفس الكونسبت ده الطريقه اللي بتكولكت بيها ريسيفنج انتنا الالكترومغنتيك ريز ممكن برضه يديها ايه؟ جيم. فيبقى عندك جي تي فور ترانسميتنج وجي ار للايه؟ ريسيفنج. ويبقى عندي المعادله ثابته اللي انت عارفها دي هتلاقي داخل فيها الديستنس بالقانون التربيعي العكسي. ده اسمه اللي قلناه ده مش اسمه قانون التربيع الايه؟ العكسي، لان الباور بتتناسب عكسيا مع مربع المسافه. فده اسمه قانون الايه؟ التربيع العكسي. قانون التربيع العكسي ده داخل فيه كمان غير الديستنس داخل فيه الويف لينس، عشان كده مع الفريكونسي المختلف الويف لينس بتتغير فاللوسز بتتغير، وداخل فيه كمان الجيم بتاع الترانسميتنج انتنا والجيم بتاع الايه؟ بتاع الريسيفنج انتنا. تمام؟ هناخد توتوريال سيشن، احنا غالبا بقى ممكن نعمل اثنين توتوريال سيشن في مره مع بعض. خلاص يعني ناخد محاضره كامله ناخد فيها توتوريال على الراوتينج وتوتوريال على الجزء ده. هوريكم ازاي بنحسب الكلام ده. خلاص؟ انا كده خلصت الجزء الخاص بالترانسميشن ميديا. احنا لسه باقي قدامنا وقت، ممكن نقلب الوقت الباقي ده في الدنيا.